سؤال لكم جناب الأستاذ ولا الأستاذ، هل تكريت يعني منطقة ما بها غير القصور الرئاسية حتى يأخذون الشباب داخل المهالي وداخل الأزقة ويوصلوه للقصور الرئاسية؟ لا، بها موجودة صحراء وبها هواية أماكن. المكان اللي عدموا به الشهداء هو شنو؟ القصور الرئاسية التابعة لصدام حسين. اللي مشتركين بالمجزرة أغلبهم بعثيين نقشبندية. هسه يجي شخص يسأل يقول كيف يا أخي أنا شاهد شنو كيف غير أنا موجود هناك وكانوا لا مو أنا واي يقولون لي لا يقولون الأستاذ للأسف جاي يقولون لي موجود بيها يقولون لي البعثي جاي يقولون لي مو صحيح أنا أفتح بث تيك توك ومن خلال هذا البث حتى أتهدد تهديد بالقتل يعني للأمانة لحد هذا اليوم أتهدد تهديد بالقتل وحتى سويت مناشدة للسيد وزير الداخلية قلت له معالي الوزير إنه أود ألتقي بحضرتك لأن أنا جاي أتهدد للقتل لكوني الشاهد على هاي المجزرة وجاي أحكي الحقائق ومن خلالكم أنا هم أوجه له مناشدة الآن بلقاء السيد معالي وزير الداخلية ابن ولايتي ابن محافظة الديوانية وهو مسؤول عن الأمن ككل. المهم وإثبات هذا الشيء كيف؟ إنه كانوا يقولون والله إحنا جبناكم ناخذ بيكم ثأر صدام، يجي ثاني يقول له لا ما ممكن ذول الأولاد المتعة أبناء الزنا اللي دمهم أقذر من دم الخنازير يجيبون شعرة من شعر صدام، يجي ثالث يقول يسولفون بيناتهم يقول لا على الأقل قليل هذا ما يخالف وبعد إن شاء الله مستمرون إلى كربلاء والنجف وبغداد هذا المشروع نعم هذا اللي يحكون نعم مستمرون وسوف نقتل الكثير من ذولا ثأرا للسيد الرئيس اللي قتلته.